ياللي انت نفسك ممتوحة زي البوتاجاز غاوي الحريم وعامل زي بتقول يا جواز ده الستات زي المسبوسة زي المسبوسة محشية ملبن وأنوسة ملبن وأنوسة بتطلع لها أنا اللي أنزل لها ودي تنزل لك أنا أطلع لها ودي تنزل لك أتجوزها سمورة 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 ايه 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 في ايه مالكوا ايه ايه مش شايفيني مشغول في ايه حبيبي كان بدي احكي معاك بشغلة بعدين دلوقتي مش فاضي اصل يا سمورة حبيبي احنا كنا عايزين نتكلم معاك يعني في حاجة مهمة جدا بعدين يا ماما بعدين يا حبيبتي دلوقتي مش فاضي مشغول عايز اركز شوية سيبوني دلوقتي بعدين افتكر ده بقى له اسبوع الحالة دي انا راح جن وبموت ولازم اعرف شو عم بيصير طب هنعرف ازاي تعرفي طيبة حنكة اكتر مننا اكيد هي بتعرف تعرفي بقى ان انت عندك حق عشان هي قبل ما تخرج الصبح قالت انا هروح الحق المصيبة اللي بيعملها سمير المصيبة هاي لازم نعرف شو هي بس على فكرة بقى هو ممكن يكون بيخاطب شركات اخرى بيزنس يعني مو معقول رح غوطن انا من ذكائك وفلاحتك حبيبتي البزنس يعني بده كل هالتخبايه عندك حق وبعدين هو لو كان بزنس كطيبة قالت لي انا هروح الحق المصيبه اللي بيعملها سمير قولي انت يا ذكيه طب وبعدين افتكر هنعمل ايه انا ابتديت لا بتعرفي ما في قدامنا غير نروح ونواجهه تفتكري ما في قدامنا غير الطريقه يلا يلا يعني احنا هنخسر ايه شاتم. لا تسكر حبيبي احنا شفنا كل شيء ممكن افهم بقى انتوا عايزين ايه دلوقتي عايزين نعرف مين دي الله مين دي ايه مين دي انا حر اللابتوب بتاعي وحر اقعد اعمل شاتنج زي ما انا عاوز في لابتوبي انا حر لا حبيبي فتح عينك هالقد انت مانك حر احنا نسوانا ولازم نعرف كل شيء اوكي انتوا احرار انتوا اللي جبتوا لنفسك سمير من فضلك هسألك سؤال وعايزين نرد عليه مين دي؟ نوام شو؟ ايه ما بتسمعيش قلتلك نوام مين نوام دي؟ دي ملكة جمال جزر القمر ملكة جمال مرة واحدة حبيبتي انا ما اعرفش اقل من كده ايوه يا فندم يعني وعلاقتك بيها ايه؟ اوكي من الاخر كده عشان نبقى على مية بيضة كده ان شاء الله دي هتبقى مراتي بإذن الله احنا خلاص ما نقدرش نستغنى عن بعضينا اها وانت بإذن الله رح تسافر على جزر القمر وتتجوزها انا اللي يوديني جزر القمر دي عايشة هنا في مصر وشكلها ايه بقى ست النواعم هيكون شكلها ايه طبعا زي القمر تحب تشوفوا صورتها؟ يا ريت امتعنا خلينا نشوف اوكي براحتكم دقوا المزاير يلا
يا اللي بيتعالوا جمع ووفق والله صدقوا اللي قالوا دقوا المزار يلا. الله شايفين قمر، شايفين الصورة وجمالها؟ طبعا وما سموها جزر القمر ليه؟ شايفين الجمال؟ هي دي صورتها؟ طبعا شايفين ثقافة وأصل ونسب يشرف. نسب يشرف؟ أيوة، أبوها مسؤول كبير قوي في الظرف الصحي بتاع الجزر القمر كلها. يا سلام. أيوة، أمال إيه يا ماما، عيلة مقصالة. بقولك أبوه محدش في البلد يقدر يتصرف صحي إلا ما يقول له هو. هو أنت خلص يعني ناوي تتجوزها؟ طبعا، أنا أضيع فرصة زي دي من إيدي إزاي؟ طب افرض يا سمير إن إحنا ما وافقناش. انتوا مين؟ اللي احنا نسوانك مراتاتك. ساعات بنسى. لا دي حاجه مهمه مش طز. خلاص انا قررت اتجوزها، يعني هتجوزها باذن الله. على فكره هي قربت توصل، انا عايز اروح اجهز نفسي عشان استعد لاستقبالها، وانتوا كمان لازم تستقبلوها شيك كده وحلوين وتبقوا امارات وتحطوا فرفان. ها، عن اذنكم. بالمناسبة الفردة التالتة فين؟ هو احنا كمان بقينا فرد؟ شو يعني فردة؟ ما اللي جاي دي يا حبيبتي دي الفردة الرابعة، يعني انتوا الاتنين جوز فرد وطيبة ونوايم جوز فرد تانية. ها؟ عن اذنكم بقى عايز اجهز نفسي الفرفان والدلع ده. ها؟ عن جد انا ماني فاهمان شيء، اول مرة ما بفهم. يا ريت عندي وقت افهمك. رانيا يا حبيبتي فهميها عشان هي ما بتفهمها. انت انا ماني فاهم منها شيء، انت فاهميها. انا اذنكم دوقوا السيسي باتيتا. شو يعني فرده؟ سيبك دلوقتي من الكلام اللي بيقوله سمير وخلينا نتصرف. هنعمل ايه مع الفرده اللي جايه دي؟ لسه بتقلي فرده يا بنتي؟ يا بنتي هنعمل ايه؟ قوليلي. هو اكيد طيبه عرفت بالقصه واستدلت على محلها وراحت تنهي الموضوع. طب افرضي ان طيبه ما عرفتش توصل لها. والله عندك حق. خلاص يبقى احنا بقى لازم نعمل حسابنا من دلوقتي. يعني شو بدنا نساوي؟ نفكر. فكري معي. فكرتي؟ لسه. بس لقيتها الفردة. ايوه تعالي، انا لقيت اللي هيخلصنا من النواعم دي. شلون يعني؟ ابو الفوارس. وشلون نقنع على هاللوح يخلصنا منه؟ مش انت عارفه ان ابو الفوارس ده بيشك في اي حد يقرب من البيت؟ مظبوط، بيخاف من خياله، بيفتكره الشربيني جاي عليه ولا يقتله. ايوه كده بقى تبقى اتحلت. يا الله كيف يا بنت هنفهمه ان النواعم دي هي الشربيني، يبقى هو بقى يتصرف معاه. الله تعريكي ذكية يا رانيا. ابو الفوارس، ابو الفوارس، ابو الفوارس، يا ابو الفوارس. اوعى من وشي. ايه القعقعه دي؟ اخرس انا ولا ايه؟ نعم هاي خدمه. ابو الفوارس. انت بتعرف طبعا انه لحنا منعزك كتير كتير كتير. وليه طبعا يعني؟ لا ما عارفش. اولا اولا انت ابن عم سمير. ايوه صح. ثانيا انت فردة من الفرد الرئيسية في عيلة سمير. ايه فردة؟ ليه؟ جزمنا ياك. هلأ انا فهمت، يعني لحنا جزمات. ثالثا ان انت اللي بتحرسنا واحنا نايمين صاحيين اكلين شاربين، وانت يا حرام على طول صاحي شقيان تعبان غلبان دبان. ايوه وجعان وعطشان. ايوه وشقيان، داني انسان. مشان هيك. ايه مشان هيك؟ مشان هيك لحنا منعزك كتير كتير كتير. ايوه يعني انتوا دلوقتي عاملين الغاغه دي، ها، وعمالين تنادموا عليا وجلكتوا الناس وصحطوهم في بيوتهم علشان تقولوا لي انكم بتعزوني؟ ايه المسخره المسخه دي؟ من غير سلام عليكم.
استنى بس يا ابو الفواز، استنى. روق روق روق. نعم، في ايه تاني؟ لحنا مو من عزك كتير كتير كتير. من شان هيك؟ ايه مش عن هيك. ايه بدنا نحذرك. ايه؟ تحذروني من ايه؟ من شربيني. يوف طوام، اطلع يا شربيني، اطلع. انا كنت عارف انك مش هتهملني لحالي وحتيجي ورايا لحد هنيه علشان تاخد بطارك. ولك شبعك شبعك انحمقت، لسه ما وصل. ما وصل؟ مشان هيك تعالوا. لكن هو على وصول. ايوه هو على وصول، وانا مستنيك يا شربيني الكلب. بس انت ما رح تعرفه. مين ده؟ شربيني؟ شربيني ليه؟ انا اطلعه من وسط الف بالك. انا بشم ريحته، بشم ريحته شم كيف الكلب الجربان. هو اصله يا ابو الفوارس مش هيجي في شكله الطبيعي، هيجي متنكر. ايوه صح. ومشان تعرفوا لما يوصل لحنا رح نورجيك صورته. ايوه مشان هيك انا فهمت، انا اللي قلقني مشان هيك. دي انتوا بتتكلموا جد؟ عن جد يا ابو الفوارس عن جد، احنا قلبنا عليك صدقني، عشان كده هو هيجي عامل كده. بعد يدك. ايه دي؟ يخرب عقلك يا شربيني، عامل لي فيها حرمة. بس تعرف حرمة زي القمر. طب ما انا بدل ما اقتله اتجوزه. تتجوزه؟ شلون عندك تتجوزه؟ عم نقول لك هذا الشربيني رجال. ايوه صح. انت بقى كل اللي عليك اول ما تشوفه وصل تقوم ايه بقى؟ ما تكمليش، انا هتصرف. عرفت شلون؟ احنا من عزك كتير كتير كتير. ايوه وعرفت بقى احنا قلبنا عليك قد ايه. ايوه براوه عليكم بجيالكم. يعني عرفت شو رح تعمل؟ خلاص الخطه اترسمت هنا في عقلي، مش باقي غير التنفيذ. المرة دي من غير سلام عليكم. ايه بقى رأيك في الفردة رقم 3 واللي عملته في الفردة رقم 4؟ بتعرفي لحنا هيك بنكون ضربنا عصفورين بحجر واحد. مظبوط، خلصنا من الفردة رقم 4 وكمان خلصنا من ابو الفوارس اللي عامل لنا ازعارير ليل نهار في البيت. هذا كله إذا طيبة ما عرفت تتصرف. بقى وريني بقى سمورة هتتجوز ازاي. أنا هيتجوز. وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي. الله إيه أنتوا بتضحكوا؟ فرحانين حبيبي لأنك عريس. الله يخليك عقبالكم، بس أنا مش مطمن لضحككم ده. ليه بس يا سمورة؟ طب ده احنا حتى فرحانين لك قوي. بس ايه رايكم فيا؟ ايه الشاك؟ ها؟ قمر ها؟ شايفين؟ براد بيض بالظبط. بس ايه رايكم فيا؟ اجنن؟ بتجنن تقبرني، بتجنن لك تقبش قلبي. اهدى اهدى اهدى، زي القمر يا سموره. ميرسي يا بطه، ميرسي يا حلوين. ناقصنا بقى ايه؟ المأذون. عبد القادر انا سمير. كل حاجه تمام دلوقتي، مش ناقصنا غير وصول العروسه. حبيبتي رخ قلبي القمر. يا نهار مش فايت، ظهر ابو الفوارس قتل العروسه. خليك واقف عندي يا ابن الفرطوس لحد ما اقول لك ادخل، لو اتحركت هضرب في المليان. ابو الفوارس ايه اللي حصل؟ شربيني جاي وعمل لي نفسه قال ايه حرمه، بس على مين؟ قتلته؟ لا هوشته بطلقتين ثلاثه كده. يا ابو الفوارس ده مش شربيني. لا هو شربيني، هو صحيح شكله متغير شويه عن الصوره اللي اديتوها لي، لكن انا خابره. صوره صورتي؟ الصوره دي. بقى كده كده انا فهمت.
طيب هفرجكم، صبركوا عليا. يا ابو الفوارس ده مش شربيني، دي العروسه اللي انا هتجوزها. مساء الخير فلافيو. الله، انت سبت الاهلي ولا ايه؟ فلافيو ايه يا سموره؟ انا نواعم. نواعم؟ نواعم نواعم بتاع النت؟ ايوه، انا اللي كنت بعمل معاك شات على النت. يبقى حد غير الالوان بتاع الشات خالص، لان انا لون الشات عندي كان غير كده خالص. انا جيت لك اهو يا سموره. وانا مشيت اهو يا اموره. ايه يا سموره؟ نسيت كلامك ليا؟ انا بس بقول هو حضرتك انت نواعم بتاعت جزر القمر؟ امال بكدب عليك يعني؟ جزر القمر اللي في القمر ولا اللي في البحر الكاريبي اللي جنوب افريقيا؟ كاريبي ايه يا سموره؟ مش هنتجوز بقى؟ ايوه صحيح يا سموره، مش هتتجوزها، انت وعدتها ووعد الحر داينون علي. سمورتي انت متعود ما تخلفش في وعودك. نقيت يا روح امك انت وهي اتحرقت. استاذ سمير، انت عايز تتجوز دي؟ بص يا ابو الفارس، انا الظاهر النت عندي دخل فيه فيروس دارك براون لخبط الالوان. انا حاسس كده ان انا عايز انتحر. طب ليه ما طخك وبلاش منيها الجوازه دي؟ يا عم اتنايل تطخي انت، من ساعه ما مسكت البندقيه دي عمرك ما موتت حتى صرصار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دينا جبنا سيره الصرصار. استاذ عبد القادر، اهلا وسهلا. يا استاذ سمير، اسف اقول لك ان الجوازه اتاجلت شويه. يعني ايه اتاجلت؟ ده الموبايل مكتوب عليه سمير ومرطاته كتير. يا سيدي ما انت بتقبض على طول، ما تقلقش، بكره هنتجوز، بعده نتجوز، هنشتغل قريب يعني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. بقولك ايه، انا عندي احساس ان دي شربيني بس واخد برونزاج. واخد ايه؟ برونزاج، لون برونزاج. طب والعمل؟ روح اطلبها للجواز، اذا وافقت تبقى هي الشربيني. طب لو ما وافقتش؟ وده عايزه تفكير، يبقى اكيد هي بقى الشربيني. صح صح يا استاذ سمير. بقول لك ايه يا حرمه، تتجوزيني؟ ايه ده، ابعد عني. بقول لك تتجوزيني. طيب اتجوزك بس من غير تهديد. ايه ده، وافقت يا استاذ سمير؟ طب اتجوزها بقى. لا، احب على يدك. اتجوز مين؟ لا، بقول لكم ايه، انا ما دام جيت هنا يبقى لازم اتجوز اي حد فيكم. هتجوز يعني هتجوز عزيزي جلبرتو، قصدي نواعم هانم. هو المساله كلها حصل فيها ميس اندرستاندينج، سوء تفاهم، لان نتيجه ده. ايه ده، ايه اللكلكه اللي انت عملت لكلكها دي؟ انا بتلكلك؟ ايوه بتلكلك. مش تمام، من غير احم ولا دستور ولا لا مؤاخذه واستئذان، بلاش نعيش كده بقى في الدور. اسمع
نظرة منهم بتهنينا بتهنينا قبلة منهم بتدفينا بتدفينا بس بقى ربنا يحمينا أصل الأنف الونزة كتير سمير 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 وعيلته الكتير موضة مهم موضة كبير سمير سمير وعيلته الكتير موضة مهم موضة كبير سمير سمير سمير